هذا البرنامج ساخر، مع أن الواقع ما زال أشد سخرية لحد السماجة والبياخة، والحياة توقفت لدرجة أن السخرية نفسه رجعت تدور على العمل. أي شخص بيفتح لقفه ولا بيقول كيني ولا ميني نقول له وش 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 ولا نخص. شفته تعال تعال. عرفت وش تضغط وسوق ضباط الغاز وكل ما شرب حافة ينهب له 20 دبة لا راسه ويزده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو إننا شوفونا زعلان منكم لا هناك لا هناك لا لا أبعد أيوة قليل يسار بس هنا لا هناك زعلان. ولا تقولوش ليش؟ لأنه ما تحتاج سؤال ولا كلام. بالله عليكم يا جماعة بالله نبكي ونشكي ونزعل ونخسر كل يوم أرواح بالمساجد. أخواننا وأهلنا بين يدي الله يتفقروا وتتناشل أجسامهم كلها بكل إجرام ونعديها مرة بعد مرة وننسي ثاني يوم لما يفضح رب العباد الفاعل كذا فضيحة زي ضوء النهار نتساقل ندعمن نعتبره كذا خبر عادي ما لا نقزعه كذا لا هاشتاج لا توضيح لا فاضح ولا حتى قليل تلميح بس دعوات لترك الصلاة بالمساجد. فرحتكم فرحتكم تصلوا بالبيت وخذقت منكم ما يا بيت الله. مفخختين مفخختين ينفقروا في حوش عفاشي كبير أثناء التجهيز ونعديها ونرجع نبكي وندعي على الفاعل المجهول ويمشي كذا الخبر كذا ولا نخص. ورش 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 مكنونا في كل حافة وكل زغط وقد إلا السيارات بدون أرقام مكنونا اليمن عسير اليمن نقران والهبر يصفقوا أيوة بقى نستعيد ما مش عارف إيش وتجد سيارات تطعفر بالدنيا ها ولا إيش تحسبوا رب الدغن كذا سناء ولا وساخة ولا مراقش حق الموس والله ما من تربيتها خير أبو أحمد القعقاع بن عفشفش اللي ما قدرش يحكم رجع تدعشش رب العالمين يفضح ويوري خلقه شوفوا الدم فضاح خاصة لما تكون الضحايا مستقيمين بين يدي رب العالمين إيش ما كانوا نختلف سياسة وحكم أي شيء إلا في بيت الله كله صف واحد ورب واحد وربنا ما يفرق من عباده لا يقول ده مسجد في بو حوثين يصلون بو كثير ولا ده مسجد في بو مطاوع يصلون بو كثير كلهم مسلمين وللمواجهات أماكن تانية غير كذا ولا نخص.
فضح ربنا وكشف من اللي يفقروا ويجهزوا مفخخات صنعاء وموتورات عدن، والناس مدعممين يدوروا اللي ما هلوش، وهم لاعين شافوا انه الناس لو يركزوا ويتفقوا عليهم ويرفضوا اساليبهم قاموا يغطوا الجريمة الفضيحة بألف خبارة ثانية من الصبح، وقبل ما تكمل 6 ساعات على الفضيحة هوبا توشكا مارب ودخلنا قصص ثانية، وما خلصناش من قصة توشكا واستقلاب الخراب على البلاد برد التحالف العنيف إلا وقد إعلامهم معه قصص ثانية، قصص هبلة، قصص بايخة، قصص ملفقة عشان ننسي الحوش. إنجاز أمني جديد تسجله الأجهزة الأمنية بموازاة الإنجازات العسكرية، ضبطت إحدى أهم الخلايا المتورطة بعمليات الاغتيال في العاصمة صنعاء، إنجاز قابله سكان العاصمة بمزيد من الطمأنينة والارتياح. طيب والحوش؟ وخلايا الحوش؟ انسى الحوش، يمكن بالنشرة الثانية. سلسلة من الإنجازات الأمنية المتوالية حققتها القوى الأمنية للجيش واللجان الشعبية خلال أقل من أسبوع توضح حجم اليقظة الأمنية وتكشف مؤامرات ومخططات الأعداء الرامية لاستهداف أبناء الشعب اليمني. يا قضاء الحوش، مفخخات وكذا، يمكن في التغطية الأخبارية ولا شيء؟ طيب، يعني على ذكر الاستخبارات والأعمال الأمنية، هناك إنجازات أمنية كبيرة في العاصمة صنعاء، وخلال أسبوع ربما هناك ضبط أكثر من 4 خلايا، وكانت لديها العديد من السلاح، المتفجرات، طبعا الألغام المجهزة بوسائل التفجير عن بعد وغيرها من الأدوات، نتابعها سويا أستاذ حميد، نعود للتعليق عليها. يا شباب، في حوش بصنعاء انفجرت في بوث انتم مفخخات اثناء التجهيز ليلة الخميس اللي راح. مالكم؟ مش اللي انتم تلاحقوا الطواعين؟ انسى الحوش. المهم، وطول الاسبوع كذا كل القصص والاخبار تقول لك مش الحوش، ما فيش حاجة في الحوش. ايوه، انسى الحوش. سيارتين وقرحوا في الحوش عادي كذا من انفسهم، تحصل باحسن السيارات. ايش يعني بتعمل قصص؟ ترجع تقول طيب كيف خلونا نشوف خبرهم ده، يمكن نكون احنا مستعجلين، ويذكروا الحوش والمفخخات في الوسط وسط التقرير ولا في فايدة. الهبل عيال الهبل، نفس الاسلحة والقطع بس في يوم كثير واليوم الثاني قللوهم. اليوم الاول تقرير فلان محمد ابراهيم، والتقرير الثاني حسين فايع، وبنفس الصور والموجودات. ضربات نوعية تستهدف عملائهم من المرتزقة والخوالق، وبالتكنولوجيا الحديثة الأجهزة والكاميرات المختصة، صورة المشهد الأخير لسقوط في قبضة الجوى الأمنية للجيش واللجان الشعبية. 4 إنجازات متوالية. وبأوضح لكم أنه طول الأسبوع تقارير وهنهن هنهن ولا غيرهن، يشحر عين القلوب هنهن ولا غيرهن، مش وقتك يا علي عنب الله يحفظك، الكلام جد. هذا موسم العناب، نسيت، آسفين يا فنان الحب، بس برضه مش وقته. المهم تعالوا نركز قليل في معروضات الخلايا النائمة والسلاح. السلاح، الكل عارف مع مين السلاح، ومن نهب مخازن السلاح، ومن كانت توصل له سفن السلاح من زمان يا جيهان. خلي السلاح على جنب، خلي السلاح صاحي صاحي صاحي. تمام صاحي بس على جنب. ايش فيه كمان؟ نشوف ادوات توثيق جرائم الاغتيالات. بالاضافة الى اجهزة الحاسوب، هذه كاميرا متطورة جدا يتم تثبيتها على الرأس خلال تنفيذ عمليات الاغتيال والرصد. ايوة، زي هذه وهذه. عزيز، هيا سمعونا ايش اللي معاكم. اخرى يمكنها حساب المسافات. زي هذه كمان. اول مرة اعرف ان تقيس المسافة، حتى الكتالوج حافظ له حفظ. طيب وايش باقي؟ اجهزة GPS لمتابعة الضحية وتحديد موقعه. ادوات قياس GPS UFX. يا صحيح عليكم مسيرة كذب. وزور بهتان، هذا جهاز الصوت، جهاز صوت، والثاني مركب معي. أكلمكم فيبو الآن،
يعني الآن أنا ضحية؟ زي ما أنتم شايفين كل أدوات تصوير وصوت. لا ومعنا كمان ساعة. يقول لك نعم القياس الزمن وتخطيط الاغتيالات. ما يا جماعة هذه كلها يمتلكها أي هاوي تصوير مش إلا محترف. وهم طبعا ما خلوا ولا قناة ولا مؤسسة إعلامية في البلد إلا ونهبوا أبوها. يعني ثلاثة أرباع قنواتهم حرام في حرام ونهب في نهب. عشان كده بيطلع كلام مضروب. هذه كاميرا رياضية للحركة اسمه جو برو، تتعلق بالرأس بالسيارة بالطيارة بأي مكان. وهذه كاميرا دي اس ال ار فوتوغراف فيديو الكل يعرف فيها وصوتيات وكذا. ما شاء الله ما شاء الله كله موجود. باقي لي بس باقي لي شوية أسلحة ووائرات وقود نخلية. اوكي يا مسيرة قرآنية عرفنا المعادلة. الحين الكاميرات علينا والسلاح والكيد والتلفيق عليكم. بس ليش؟ ليش ده التلفيق كله؟ ليش هذا الخر؟ انسى الحور. صحيح 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 ولا نخص. المشكلة انه اصحاب المعدات عرفونا وبيسألوا عن بقية المسروقات من المعدات وين جبتوها؟ وهل بتظهر في خلايا قادمة مثلا؟ هذه معدات ملك لروابط الإعلام اللي تم نهب مقرها قبل 3 أسابيع بينما المسيرة قالت انه نعم ضبطنه هذا الأسبوع. ضبطي ليش ضبطي يا مسيرة؟ هذه البريهات اللي شفناها محطوطة بالأسلحة وقالوا عليها أدوات تنكر. بصراحة تنكر ولا أجمل. وهذه طبعا الهاردات اللي قالوا عليها مخازن إلكترونية وفيها شعار روابط. لكن المهزلة ما تنتهيش هنا وبس. تعالوا نشوف التحليلات للمضبوطات. طيب أستاذ عبد الرحمن، إذا ما سلطنا الضوء معك على العمليات الأمنية الناجحة في ضبط العديد من الخلايا خلال أسبوع، هناك تقريبا 4 خلايا كانت تتبع لتنظيمات تريد أن تشعل الفوضى في العاصمة صنعاء، وكان لديها السلاح الكثير والمفخخات العبوات اللاصقة وسائل حتى توثيق جرائمهم التي ينوون تنفيذها وأيضا التي قد نفذت من قبل. يعني كيف تعلق على هذا الموضوع؟ صرع السماعة في وجهه. ايش يقول لهم بالله عليكم؟ ايش بيقول لهم؟ ما بيلاقيش كلام للهبالة هذه زيهم، فتخارك وقفل له السماعة. بس الأخ مصمم مصمم، قام قابل لي في الكنترول وهات يا تحليل واسمعوا ايش طلب. توثيق الجريمة صحيح جريمة في يعني في هذه الخلية. نعم في هذه الخلية فيها الكاميرات وايضا الخازنات الإلكترونية التي فيها المشاهد. بما يؤدي الى انها عملية فجاعة التي تصور على اساس انه او انهم بيجهزوا صوروا هذا السلوح الجزيرة وعرضوا على اساس انه مجازات ما يسموها بالمقاومة. على كل حال الممول يفتح انه نتمنى من الاجهزة الامنية اذا لديها فرصة يمنحونا من جزء من 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 ما في هذه المادة الإعلانية لنعرف العالم ونعرف المواطنين اليمنيين بمن هو حزب الإصلاح وكيف ارتباطه، وإذا كان هناك عمليات تم ارتكابها وهي موثقة ضد شخصيات وطنية. يا روابط يا كفرة يا مختارين الشخصيات الوطنية، أنتم المزز اللي معاكم. روابط روابط يا ثور، هذه مؤسسة شبابية إعلامية معروفة تهتم بالترفيه. الترفيه يا ثقيل الدم، الموضوع ما يحتاج له أجهزة أمنية تتمنى أن تزودك في بيه. أنا بزودك وببلاش. أدخل على يوتيوب وأكتب روابط وبتلاقي كل العمليات الإرهابية زي هذه. أضحك خلي البسمة تنور قلبك، خلي الفرحة تضوي دربك، ما في شي في الدنيا يسوى تزعل روحك. أضحك أضحك ما تدري وش جايب بكرة، كل شي صار البارح ذكرى. شفت على الإرهاب يا شخصيات وطنية؟ فعلا يا روابط للحرب كوميديا ما حصلتش. منها مثلا النوة انسى الحور ما بنساش ومش ولا ناخص. كل هذا
هذا العكو وهذه القصص عشان ينسى الناس اللي حصل بالحوش انه انفجرت سيارتين مفخختين اثناء التجهيز في منزل قيادي بالمؤتمر الشعبي العام بصنعاء وفطسوا الموضوع. اوه يا زقوة سبقتنا، انسى الحوش. وقد قصة صاروخ التوشكا وحمادي معه بقري وهللوا وطبلوا وزمروا ولهم اصلا 6 أشهر لليوم هذا اول صاروخ يقرح والبقية كلهم قرحوا قاو كل الصواريخ وهم وهم. وعلى رأي محمد عبده كل الصواريخ وهم 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 على رأي محمد عبده آخرها كان الصاروخ الفريد من نوعه بالعالم. إذا كان العالم معهم صواريخ بعيدة المدى فها الحوافيش معهم صاروخ قصير المدى، أخسر حاجة في العالم خطوة ونص. أرح بالحوش حق قاعدة الدينامي، ما عرفش حتى ينط من فوق صور الحوش. انسى الحوش. واللي قبله ما علش إلا الإسكود كذا طل من طرف الحدود قالوا بوقفه بالقو، واللي بعده ضاع كذا طلع ونسفين يروح، لا هو صار ولا هو رجع، حتى إنه عملوا له إعلان إنساني. ظل الصاروخ الموضح صورته هنا قبل 3-4 أيام هكذا، يعلم الله أين هو، حيث أعلن الحوثيون وأقسموا براس القيرعي وحسن زيد معا وجعل لهم يموتوا أنهم أطلقوا باتجاه السعودية، بينما حلفت السعودية يمين وغلظ براس عسيري إن ما حد شافه ولا وصل عندهم صاروخ ولا بدي ولا لاش ينكروا ومعهم باتريوت يلفوا صواريخهم يتبطلوا يتبلوا على خلق الله عيب. المهم يا جماعة الخير مقادير الله تكون، فين الصاروخ ذا الحين؟ يعلم الله كيف حاله، جاوع ولا شابع، سلم ولا مضعفر، فقلدكم الله قلده على من وجده أو لمحه إبلاغ الأخت مريم وجزا الله كل خير. ملحوظة الصاروخ لابس معوز مرنقش وقوت مخطط وطبعا شمه شمال. المهم صاروخ يعبوا له وقود من الشوال والقونية، الثاني حق الشمة بالخطأ يطلع يسوم وينزل بعد 2 متر وصاروخ تقيله مريم عادوا بين الشجر ماشي رجل ويلا وبالله والنبي والولي القيرعي وصورة ياسين اها قرح توشكا. ومن يمسك يا عبدو توشكا من يمسكك انت واتباعك زي هذا الاهبل اللي قال خلاص ينصحهم انهم ينسحبوا ويستسلموا من صاروخ. الله لا وفقكم سببتم الدمار والخراب على مدن اليمن وعاصمتها بحماقات وعنترة، خلاص لا عاد بتقدم ولا بتأخر يا صامتون. هيهات من نذل الله صامدون صامدون وسوف نرد الصعصع بإذن الله. لا والله شنب يا ليك شنب شنب ما شاء الله عليك اشتيلك استشوار يوميا، بس البلاد تحتاج عاقل مش شوية شعر بقولها تستحي ولا تعرق. قلتوا بتوفروا للناس بترول وستة أشهرهم في المحطات والكهرباء نساها الناس تماما، وطبعا ما نبالي ما نبالي الضرب ظهر لغيركم من المواطنين والتدمير لمنشآت البلاد، أما أنتم معروفين شوية نهابة فاشلين وقطاع طرق حتى حلفاكم سابوكم في النهاية وهربوا زي السفير الإيراني هذا اللي حتى اسمه خادش الحياة استحي أقوله. أيوة انسى الحوش. يا زغوة والله أنك ذكرتنا، والله كنت منسي من صدق. حساب المؤتمر الشعبي العام بالفيسبوك نهاية الأسبوع قام يكحل عماه على قولتهم ويقول أن الزعيم لا علاقة له بقيادات المؤتمر التي أنفجرت المفخخات في أحواشهم، وأنه بعد القوة تريد الزق بالزعيم بالتنظيمات الإرهابية. اوعى تزقزق اوعى تزقزقزق يا ابن عفشفش، والله يستر على المصلين في بيوت الله من اللي في بقية الأحواش. هيسمعوه نشوفكم في حوش واقي. السلام عليكم.